يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من ظهرت عليه بوادر المعاصي مثل من ظهر منه رائحة الخمر، هل يهجر ويشهر فيه؟ هل يهجر ويشهر فيه؟ متهم، أنتم سمعتم يقول لا تجالس المتهم، فما دام أنه يتهم بهذه الأمور ابتعد عنه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما أما التشهير به وهو ما ظهر منه شيء، تشهير به وما ظهر منه شيء فلا يشهر به، لكن أنت ابتعد عنه. نعم.